ماجد الفهمي بشكل سريع يعني طرح احد المشاهدين قال السومه خلاص، يقول فلادان متخبط، سلمان المؤشر كان اخراجه اكبر خطا. لا لا، اي لاعب يتعرض لفترات انه المهاجمين تحديدا يتعرض لفترات انه ما يسجل، لكن السومه ما ابتعد يعني مباراتين في الدوري نعم ما سجل، واليوم حتى توقعت انه اليوم السومه حيسجل وفعلا سجل اليوم عمر السومه وباقتناصه جميله، ضيع الاولى نعم بشكل غريب لكن عوض في النهايه. بعض اللاعبين ترى يمكن ما تحتاج منهم 90 دقيقه، اصلا اللاعب في كره القدم يمكن معلومه يجهل الكثير ويدري فيها سلطان، ترى من 90 دقيقه اللاعب يمسك الكره بين 3 و5 دقائق، ترى لا يظن اللعيبه او الجمهور انه اللاعب يمسك الكره 40 او 30 دقيقه، ترى هي دقائق معدوده في المباراه. اي هذه لما تكون الكره عنده بالضبط، لما يكون مدرج وقعدت تراقب اللاعب اللاعب ما يوقف في التحرك بالضبط. طبعا تتكلم عن مدى الجري وما سلطان ترى انتفخ يوم سمع الكلمه دي، قال ايش 3 4 دقائق ذا؟ هذا يتكلم على مباريات ايش؟ لا صحيح، هو من 3 إلى 5 دقائق يعني دقائق استحواذ اللاعب الكره، ولكن اللاعب مو بس بالكره بالضبط، بدون الكره في ادوار مهمه للاعب، في التمركز، في الحركه، في الضغط على المدافعين، في تفريغ مساحات زي حمد الله اليوم نعم ما سجل، لكن ايش كان يسوي؟ كان يفتح مساحات للزملاء واللاعبين. انت كلكم والفتحه اللي فتحها ذي الجول شفت كيف؟ شفت بين ثلاثه مدافعين ومهارات مراوغه، انت تتكلم عن لاعب لما تجي تمسك احصائياته كم عدى من لاعب، وظيفته كمهاجم كم تعدي من اللاعب من المدافعين وما الى ذلك، لكن انت تتكلم عن يعني اللي قتل المباراه اليوم الاهلي كان جميل جدا. الاهلي عباره عن وسط ملعب، صلح وسط الملعب مع شويه ترميم خط الدفاع امور الاهلي تزبط، هذا اللي صاير، اليوم سلمان المؤشر فتوحي ماسكين الملعب، النصر اكثر استحواذا، لكن الاهلي كان يسير المباراه كما يريد عن طريق سلمان والمؤشر، خروج سلمان قتل الاهلي من الوريد للوريد.